السلام عليكم البنات، مبروك عواشركم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله عندنا وصفه جديده، كنتمنى انها تعجبكم. بالنسبه للوصفه تاع اليوم ان شاء الله عندنا الخبيزه. كما كنعرفوا الخبيزه مهمه بزاف بالنسبه للجسم ديال الانسان، ومهمه حتى بالنسبه لهذا البرد هذا. بالنسبه للمقادير اللي غادي نطيبوا بهم ان شاء الله هذه الخبيزه، كما كتشوفوا معنا مقادير بساط بزاف. عندنا ربيطة ديال الربيع، عندنا كركوبة ديال الثومة، شوية ديال السكنجبير، ملحة، حامض، الزيتون، الزيتون البنات هذا أنا اللي مصوبه على يديا، والكمون. الكمون كاين الناس اللي كيديروا هاد الكمون هكا ما مطحونش، ولكن بالنسبة لي أنا غنطحنو عاد غنديرو إن شاء الله. والخبيزة كما كتعرفوا هي هادي الخبيزة ديالنا اللي غنخدمو بها اليوم. اول مرحله ان شاء الله البنات غناخذ واحد اناء وغنديروا فيه الماء والخل، باش تعقم لينا هذيك الخبيزه. كما كنعرفوا جميع ان الخبيزه كتكون نايضه غير في الخلا، يعني ضروري خصنا نعقموها. كنقطعوا الوريقات، وبالنسبه اللي بغى يقطع حتى دوك السيقان اللي كيكونوا كما كنقولوا دايرين رطبين او فتيين تقدروا نديروهم. كنبقاو غاديين بهذه الطريقه. هذه اللي بغى ياخذ غير الوريقات ياخذ غير الوريقات. انا بالنسبه ليا هاد الوريقات والسيقان طريين غادي نستعملهم بجوج. ما نعاودش ليكم البنات، هذه الخبزه تتجي لذيذه بزاف، وكما كنقولوا دواء تاع البرد. كنبقاو غادي هكا تنكملو ديك الخبيزه ان شاء الله اللي عندنا كامله ونطلعها. دابا بعد ما خدينا البقوله او الخبيزه ديالنا في الماء اللي فيه الخل تتعقمت لينا، شلناها تولى لنا داك الماء ابيض، سقطرناها من الماء، ودابا ان شاء الله غادي ندوزو نقطعوها. بسم الله. ما نقطعوهاش رقيقة بزاف،
قطعوه ان شاء الله كامله بالطريقه هذه. كملوا التقطاع تاع الخبيزه ديالنا او البقوله ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما كملنا التقطاع تاع البقوله ديالنا دابا ان شاء الله غادي ندوزو نقطعو الربيع. درتو بالعويدات ديالو كيعطيو نسمه زوينه في الخبيزه. كنزيدو ضربة على الخبيزة ديالنا بعد ما قطعنا الربيع. تنديرو السكينجبير، تنديرو معلقة تاع السكينجبير ملحة والثومة تنديرو كمية تاع الثومة تكون مهمة في هاد البقولة. تنزيدو الحار وهادي حسب الرغبة اللي بغا يزيدو زيدو. تنديرو داك الزيتون ديالنا
تنزيدو الحامض بعد ما نكونو حيدنا ليه العصق ديالو. صافي تنزيدو واحد جوج كيسان د العنبة ديال الماء، شوية تاع زيت العود أو زيت الزيتون. صافي تنحطوها طيب على نار مهيلة، اللي بغى يديرها في كوكوط يديرها في كوكوط، مكتاخدش الوقت بزاف. بالنسبة ليا أنا كنفضل نديرها في القميلة ونخليها طيب على نار مهيلة. دابا ملي طابت البقولة ديالنا أو الخبيزة كما كتشوفو طقناها وخليناها طابت، كنزيدو عليها تقريبا شي نص كاس تاع زيت الزيتون، صافي تنخليوها تغلي واحد 10 دقائق بلا شربات هذاك زيت الزيتون وتنقدموها. كما كتشوفوا معنا البنات البقوله او الخبيزه ديالنا طابت ونشفات، كنقدموها مع اي بلا كما كان نوعو، الحوت ولا الدجاج ولا اللحم اللي كان. تنحيدو هاد الحامض هذا، تناخدو نص معلقة كبيرة تاع الكمون، أنا تنضيفها هي لخرا باش كيبقى داك الجهد تاع الكمون، كاين الناس اللي كيديروها ديرو الكمون يطيب معاها ولكن ماشي مشكل. سمحوا لي راني عيانة شوية، تنخلطو داك الكمون مع الخبيزة ديالنا. صافي تنحطوها في اطباق فرديه بهذه الطريقه هذه، كما كتعرفوا حنا طيبناها مع الحامض. ولكن اللي بغى يزيد فيها الحامض، كاين الناس اللي يعز عليهم الخبيزه تكون حامضه بزاف، كنقدروا نرشوا عليها شويه الحامض خضر بهذه الطريقه هذه. وبالصحه والراحه وشهي طيبه. وبالنسبه للناس اللي مشاركين معايا كنشكرهم بزاف كيشجعوني، وبالنسبه للناس اللي كيتابعوني وما مشاركينش معايا كنتمنى انهم يشاركوا معايا باش ديما ان شاء الله يوصلهم الجديد ويديروا لايك. والى اللقاء في الوصفه الجايه ان شاء الله.